دعوا ربنا يغنيهم، فربنا كتب عليهم الفقر بعد الغنى. في عهد سيدنا موسى كان في راجل ومراته فقراء قوي، فمراته قالت له انها سمعت ان في شخص اسمه موسى ودعوته مستجابه، فروح له واطلب منه انه يدعي ربنا ويوسع علينا في الرزق. وبالفعل الراجل ده راح له وطلب منه، ودعا له سيدنا موسى ان عبدك فلان فقير وانه يدعوك ان توسع عليه الرزق. فربنا قال له ان ليه 7 سنين يعيش فيهم في رزق كبير، وان ليه 7 سنين يعيش فيهم في فقر وضن. فاساله ماذا اختار اولا؟ فموسى راح للراجل وعرفه ان ليه 7 سنين هيبقى غني قوي فيهم، وان ليك 7 سنين هتعيش فيهم في فقر جدا، فتبدا بانهي فيهم؟ فمراته قالت له احنا نختار ال7 سنين الغنى وبعد كده نشوف اللي يحصل. فالراجل بلغ سيدنا موسى بانه اختار الغنى الاول، فربنا رزقهم بفلوس وذهب وفضه وجمال. وعدى سنه 2 3 لغايه اما ال7 سنين قربوا يخلص. فالست قالت لجوزها خلاص الوقت بيعدي، عايزين نعمل اي حاجه. فجوزها قال لها احنا نحفر حفره كبيره ونحط فيها فلوس وذهب على اساس ان لما يجي ايام الفقر نبقى ناخد منها. فمراته قالت له ربنا اللي رزقنا قادر على كل شيء، احنا نبني مكان كبير ونخلي ليه 4 ابواب وندعي الناس ان كل اللي محتاج اي حاجه يجي ياخدها. وبالفعل عملوا كده وجالهم ناس من كل مكان، وكان اي حد محتاج اي حاجه كان بيلاقيها باذن الله. فعدى 7 سنين والخير والرزق لسه موجودين. فموسى عدى في يوم صدفه ولقى المكان ده، فسال المكان ده بتاع مين؟ فقالوا له المكان ده بتاع الراجل اللي انت دعيت ربنا انه يغنيه. فموسى سال ربنا لقد دعوتك ان تغني هذا الرجل، فاخبرتني ان له 7 سنوات خير ورزق، ومن بعدها 7 سنوات فقر وضن، وقد مرت ال7 سنوات وما زال الخير والرزق موجود، ومرت سنين كثيره وما زال الخير والرزق موجود. فقال الله تعالى يا موسى كيف لي ام اقفل لهم باب رزق وقد فتحت لهم باب ففتحوا لعبادي 4 ابواب. اتمنى ان القصه دي تكون دافع لناس كتير. ربنا بيقول في كتابه العزيز ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، ولو انت على تيك توك تعمل لي فولو.